طبعا المقصود هنا بخسارة الدوريات هي خسارة الأندية نتيجة موسم الانتقالات من بيع اللاعبين وشراء اللاعبين. ونتوقع أن الأرقام اللي أنتم شفتوها، لأنه دخل فيها طبعا الدوري القطري والدوري السعودي، الدوري السعودي أعتقد مرتبة الثانية بأرقام كبيرة جدا صعب تعويضها. نتمنى أن يكون في استفادة بقى على المستوى الفني تعوض الخسارة المالية الكبيرة جدا. سريعا جدا خليني أقول لحضراتكم قائمة لاعبتنا اللي سافرت النهاردة، وصلت بسلامة الله للنمسا. القائمة ضمت 33 لاعب: محمد شناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف حراسة مرمى، خط الدفاع معلول ودبيس وعبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومعتز محمد ومتولي ومحمد هاني واكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح، خط النص عمرو السوليه، ديانج، امام عاشور، مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، محمد فخري، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، عبد القادر قفشه، كريم ندفد ورأفت خليل، محمد داوي كريستو، محمود كهربا وصلاح محسن وبيرسي تاو وزعلوك. دي قائمه الفريق اللي وصلت النهارده بسلامه الله للنمسا. وهبدا كلامي مع ضيوفي حماده الشناوي ونادر شبانه محللي الكره العالميه اللي بيشرفونا النهارده في السادسه معسكر النمسا. وحابب الحقيقه يعني اهني، يعني لو وصلت التهاني للنمسا لعيبه الاهلي اللي فازوا الحقيقه امبارح في جوائز الافضل، والقامات الكبيره طبعا اللي تم تكريمها على هامش الاحتفال بفوزهم بجوائز الافضل، وخصوصا حسين. انا متعاطف جدا مع حسين الشحات، لانه حسين من اول يوم لبس فيه تيشرت الفانيلا الحمراء وجماهير النادي الاهلي حطت عليه عبء كبير، حملته مسؤولية كبيرة جدا. لكن الموسم الأخير ده تحديدا حسين أثبت بما لا يدع مجال للشك أنه أي حد شك فيه في لحظة من اللحظات، أي حد قلل من قدراته في لحظة من اللحظات، كان على خطأ، وكان واحد من أهم لاعبة الأهلي الموسم اللي فات ده. ونتمنى إن شاء الله أنه يواصل بنفس المستوى في الموسم الجديد، وبالتالي الجائزة دي كمان هتفرق من الناحية المعنوية مع حسين بشكل كبير جدا، وهي تعويض عن فترات كثيرة تعرض فيها حسين الشحات لهجوم ممنهج او غير ممنهج، دي قصه ثانيه. لكن الحقيقه اثبت يعني جداره وكفاءه كبيره جدا في التعامل مع ده، وحوله لدوافع قدر بيها يثبت انه الحقيقه افضل على مستوى الكره المصريه في الموسم الاخير. ارحب بقى بحماده وبنادر اللي استحملوني في المقدمه الطويله دي. حماده ونادر مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في السادسه. ازيك يا احمد؟ انا مبسوط طبعا ان انا موجود معاك كالعاده، يعني مبسوط جدا وانا معاك. تنور الدنيا دايما نادر، اهلا حبيبي. وسهلا حبيبي يا ابو حميد، كله تمام الحمد لله. شايفين الاول خلينا نتكلم على حفله الجوائز والتكريمات امبارح، شايفينها ازاي وشايفين واحنا بنبتدي موسم جديد تقييمكم ليها ايه من ناحيه الموضوعيه والاختيار؟ ده نمره واحد. وتاثيرها ايه من ناحيه البدايه انها جايه في بدايه موسم جديد؟ حمادي بصراحة أنا شايف يعني 90% بصراحة منطقي، يعني لو اتكلم على حسين الشحات فعلا من أفضل اللعيبة الموجودة في الدوري المصري، ما كانش الأفضل. اتكلم على مروان عطية أفضل ارتكاز ستة في مصر بشهادة الجميع، محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وما بلولو طبعا لاعب الاتحاد السكندري. لا القايمة فيها موضوعية، ولكن أنا عايز أتكلم شوية عن حسين الشحات، لأن القصة درامية شوية. أنت في بداية السيزون أنت كنت احتياطي، الجمهور ما كانش راضي عنك، ادائك ما كانش كويس، لا انت كنت كمان بديل لحد ما هواش اساسا جناح. فالقصه او الناس عموما حست ان حسين لا هو مش موجود في حسابات مارسيل كولر السنه دي، وحسين كمان ممكن يمشي اخر السيزون، لان فعلا الوضع كان ضبابي خالص. ولكن حسين كعادته يعني هو لعيب بيصبر ولعيب كتوم، وقدر ان هو يشتغل ويطور نفسه وبقى موجود في قائمه مارسيل كولر، وبدا من احتياطي لاساسي اللي بقى نجم النادي الاهلي. وفعلا حسين من اكتر اللعيبه اللي اثرت في الموسم بتاع النادي الاهلي السنه دي هو حسين. ولاول مره في تاريخ حسين ان حسين يقعد موسم كامل اداؤه ثابت، يعني حسين من ساعه ما جه النادي الاهلي. هقول لك على القصه دي، يعني حسين في لقطات كتيره جدا وفي مواسم كتير يمكن ما يعني اظهر من الامكانيات اللي اكد لك انه لعيب تقيل ولعيب في الماتشات الصعبه لما تحتاجه تلاقيه. لكن كان دايما المشكله عند حسين انه الابس اند داونز كتير، لكن السنه دي في من اول ما مسك في الحته دي، ورغم انها برده ما كانتش حتته، يعني هو كان دايما بيتوظف ناحيه اليمين راح ناحيه الشمال، ما اعرفش يمكن دي خدمته اكتر عشان هو بيلعب برجله اليمين، لكن كان في ثبات في المستوى من اول ما جات له الفرصه لغايه ما فنش السيزون. على فكره هي فكره نقله من ناحيه اليمين لناحيه الشمال دي فرقت مع حسين الشحات كتير جدا، لان هو لما كان ناحيه اليمين هو كان عنده اوبشن واحد بس، ان هو يصنع فرصه ويعمل عرضيه،
ولكن لما راح ناحيه الشمال هو بيلعب في ظهره علي معلول، وكمان رجله القويه بقت جوه الملعب وبقى قريب للمرمى، ففرصه ان هو يسجل وفرصه ان هو يصنع بقت فرصه افضل بكتير، بقت اوقع واكتر بكتير. فلا هي فرقت مع حسين الشحات بشكل واضح جدا في مسيرته السنه دي، وعشان كده احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على اي حد جاي احنا بنقول مين هيقعد حسين الشحات. تخيل من حسين الشحات ناحيه اليمين الحته دي بتاعته، والسؤال مين هيقعد مين دي صعب قوي السنه دي جدا يعني بصراحه. هاجي لكم فيها كمان شويه، خصوصا ان احنا بنبدا معسكر بسم الله الرحمن الرحيم. كولر لاول مره عنده فرصه وفتره محترمه، انه لعيبه مرتاحه جايه من فتره راحه سلبيه كويسه جدا، فعنده فرصه يشتغل ويوظف ويوصل فكر بشكل كبير. بس خليني اروح لنادر الاول، في اسم كنت تتمنى او كنت شايف انه يستحق يبقى موجود في الجوائز امبارح وما حصلش او ما خدش حقه؟ لا اعتقد ان انا بتفق مع حماده في موضوع المنطقيه في او الموضوعيه في اختيار اللعيبه. انا بس هضيف على كلام حماده، يعني هو تفضل فعلا وقال كل حاجه عن حسين الشحات اللي كل مشجع اهلاوي عايز يتكلم فيها، بس انا هضيف عليها بس فكره ان حسين الشحات اصلا مر بظروف صعبه الشخصيه خارج كره القدم بعد وفاه والده. وفاه والده دي كانت قبل اهم مباراه في السيزون اللي كانت قدام الهلال السوداني اللي كانت في القاهره في اول ايام رمضان، كانت حاسمه جدا. وقبل المباراه باقل من اسبوع كان وفاه والد حسين، وكان متاثر جدا بيها، ولما شارك في المباراه دي كانت نقطه التحول في موسم حسين بشكل عام. لما من بعدها بدا تشكيل الاهلي يكون الثلاثي الهجومي كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات، كان من المباراه دي بعد ما دخل احتياطي وسجل هدفين في الوقت اللي كل الناس كانت شايفه ساعتها، زي فعلا محمد حماده تكلم في الموضوع دوت، ان كل الناس كانت بتتكلم ان حسين الشحات بعيد عن مستواه والابس اند داون اللي كان بتحصل مع حسين في خلال المواسم اللي فاتت. بدا من المباراه دي حسين الشحات يكون هو اللاعب الاكثر تاثيرا في الشق الهجومي في الاهلي، وعلى مدار الموسم لحد نهايته هو افضل لاعب في مصر. مش هنتكلم بقى بارقام سلبيه، لكن بارقام جابت بطولات، جابت 5 بطولات في سنه واحده، فشاء شاء من شاء وابى من ابى، فحسين الشحات هو افضل لاعب في مصر. صحيح. قبل ما اروح لمعسكر النمسا معايا خبرين عايز اسمع تعليقكم عليهم. الخبر الأول مرتبط باتحاد جدة. اتحاد جدة مسؤولين فيه رفعوا العرض لضم محمد صلاح مقابل المالي لليفربول 150 مليون يورو، والمقابل المالي لمحمد صلاح 200 مليون يورو في الموسم، مساواة بالدون كريستيانو رونالدو في محاولة منهم لحسم الصفقة وعدم الانتظار لمواسم قادمة. تتوقع انه رفع العرض نادر للرقم يعني رقم خرافي في النهاية؟ انا طبعا يعني انا لو مكان هنا ساصمت قليلا يعني انا لو مكان ادارة ليفربول، انا متأكد طبعا انه ادارة ليفربول لازم على الاقل تفكر، يعني مش بقول توافق بس على الاقل تفكر، لانه هي عارفة ومدركة تماما ان الرقم الضخم ده مستحيل يجي في اي لاعب تاني في ليفربول في الفترة اللي جاية. ومحمد صلاح برضو لازم يعني صحيح انا كنت انا من اكتر الناس اللي نادت انه صلاح اتمنى انه يكمل في ليفربول، لكن الرقم الحقيقه ممكن يغير في المعادله. مش عارف راي نادر ايه. يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي بتاع يوم الجمعه اللي فاتت قال ان احنا عايزين الميركاتو في السعوديه يقفل الديدلاين بتاعه يكون 1 سبتمبر زي الدوريات الاوروبيه مش 20، لان هو عارف ومتاكد ان اي لاعب هيقدر الانديه السعوديه تقدر تغريب الفلوس مش هيقدر يعوضه، لان بعد ما الانديه السعوديه عندها لحد 20 سبتمبر. فهم لو لعبوا على حته ان هم خدوا صلاح في خلال 3 4 ايام اللي جايين اللي هم نهايه الميركاتو في اوروبا، ليفربول هيبقى عنده صعوبه في ان هو يعوض محمد صلاح. هنخرج شويه من حته محمد صلاح وارجع لك تاني. هم لما كان في مانشستر سيتي كان عندهم رياض محرز ومشي وهو ما كانش لاعب اساسي، ولما محرز مشي لحد الان مش عارفين يجيبوا بديله. حتى لو كانوا جابوا دوكو، حتى لو كانوا بيلعبوا بالمر في المكان ده مش عارفين يجيبوا بديله، وده محرز مع كامل الاحترام بس الفروقات كبيره ما بين صلاح ومحرز. محمد صلاح النجم الاول لليفربول والنجم التاريخي لليفربول والنجم اللي جاب البريمير ليج ليفربول. فكره ان انت بتعرض كمان في السن اللي هو عنده 31 سنه لعيب انت جايبه 35 مليون استرليني في 2017، جاب لك كل البطولات الممكنه اللي شارك فيها، جاب لك عوائد ماليه ضخمه ما كنتش متخيل ان هي كانت ممكن تحصل، والاهم من كل الكلام ده انك انت لو جيت بعت محمد صلاح وعنده 31 سنه بالمبلغ ده، فانت بتقول ممكن يكون فعلا ليفربول بيفكر. انا اكاد اجزم ان ليفربول بيقنع محمد صلاح ان هو يقبل بالعرض. انا اصل يورجن كلوب لما طلع واتكلم في المؤتمر الصحفي يا احمد، انا متاكد تماما ان دي رغبه يورجن كلوب مش رغبه النادي. يعني رغبه يورجن كلوب لو انا عايز صلاح يكمل، لكن رغبه النادي مستحيل هيجي المبلغ ده لمحمد صلاح ده قبل ما يترفع ل 150 مليون. فالنهارده
النهارده CBS الوكاله البريطانيه قالت ان فعلا الاتحاد السعودي قدم عرض ب 150 مليون والراتب، سيبك من ان الراتب بتاع محمد صلاح كده كده يعني السعوديه مؤخرا بتصرف بمبالغ كبيره على اي لاعب علشان يضمهم، علشان طبعا الواجهه اللي بيلعبوا عليها مؤخرا، ولكن ليفربول نفسه مستحيل هيلاقي المبلغ ده يجي له في محمد صلاح تاني. يعني مهما كان شاء من شاء وابى من ابى. يعني شايف ان الصفقه ممكن تكون قريبه من انا حاجة. شايف ان هي مش هيبقى، محدش يقدر يلوم صلاح لو رفض، ومحدش يقدر يلوم ليفربول نفسه لو رفض. وانا لعيب عنده 31 سنه وحقق لي كل اللي انا عايزه وعمل لي كل حاجه، الا بس لو محمد صلاح، علشان طبعا رغبه محمد صلاح الاساسيه مؤخرا هي الفوز بالبالون دور. فانتقاله للسعوديه من اسبوع قلت انه مع رحيل رونالدو للنصر وميسي لانتر ميامي وتجميد او حاله التجميد بتاعت كيليان امبابي ورحيل بنزيما للاتحاد، إنه طريق مفتوح، في بوتنشال، في فرصه كبيره قوي قدام صلاح، انه افريقي واه مصري، ودي حاجات بتخش في الحسابات انا عارف، بس لا، الفرصه النهارده بقت اكبر بكتير انك انت توصل لبالون دور. وفكره ان اوصل لبالون دور ما اعتقدش ان يعني متهيألي يعني فكره ان انا اخد بالون دور ما اعتقدش انها هتتعوض بفلوس باي شكل من الاشكال. لا لا، مفيش لعيب في العالم يقدر يعوض. متفق جدا مع الكلام اللي قاله نادر طبعا في قصه محمد صلاح، ولكن هي الفكره كلها في قصه التعويض والوقت. يعني هو العرض لو وصل 150 مليون من اسبوع فات، اعتقد ان ليفربول ما كانش هيفكر مرتين وكان هيوافق على العرض بتاع محمد صلاح. ولكن النهارده انت بتتكلم على محمد صلاح برضو، يعني مين هيقدر يحقق لي اللي عمله محمد صلاح او يساعدني في الوضع الحالي؟ ان محمد صلاح دلوقتي هو يعتبر هو النجم الاوحد في ليفربول. يعني هو ما حدش بيساعد محمد صلاح في الدوري. السنه اللي فاتت محمد صلاح رغم ان الكل كان وحش، هو الوحيد اللي كان حلو. تخيل بقى مثلا لما تشيل محمد صلاح، اعتقد ليفربول السنه دي صعب جدا ان هو ينافس على، خصوصا كمان انه يعني بدايه ليفربول في البريمير ليج السنه دي مش وحشه. يعني 7 بونت من 3 ماتشات، تعادل الوحيد مع تشيلسي، الفوز الاخير على نيوكاسل. يعني يقول لك انه ليفربول رجع تاني في المسار اللي ممكن يبقى من الانديه اللي بتنافس على البطوله. انك انت تطلع صلاح منه، اعتقد كمان الجمهور، اصل خد بالك حسبه الجمهور دايما داخله في القصه الحكايه. يعني فكره انه النادي ياخد 150 وصلاح ياخد 200 واحنا ناخد زحليقه بالظبط، مش فارق معاهم قوي، ما يفرقش معاهم الحاجات دي خالص. النادي عنك يعني ما تفرقش معايا اداره النادي تاخد 150 ولا صلاح يعمل كام، لكن انا عايز النجم بتاعي يبقى موجود معايا في الفريق. ده حقيقي. فاعتقد ان دي الوقت هيخلي ليفربول ما يوافقش على العرض، يرفض صلاح. طيب الجزء الثاني معلش مرتبط شويه بالمنتخب. واحد بس، رايكم ايه في قصه اللعيبه لعيبه الاهلي ماتشين المنتخب، معسكر اثيوبيا وتونس، لا الاهلي عايز لعيبته، شايفين يعني كنت بقول ازمه ملهاش لازمه، موسم ما ابتداش وابتديناه بازمه، شايفين القصه ازاي وشايفينها رايحه لفين؟ بصراحه انا مستغرب جدا، يعني احنا الماتشين نفسهم اصلا ما لهمش لازمه والاهلي دخل على ماتش صغير. هو لازمتهم الوحيده حسب ما صرح المسؤولين على لسان فيتوريا انه الراجل عايز يكسب الماتشين، عايز يضمن انه يكسب الماتشين عشان يحافظ على تصنيف مصر فيخش بطولة افريقيا، وهو تصنيف اول. اصل هو بيتكلم على 2 لعيبة بس، هو بيتكلم على محمد هاني ومحمد عبد المنعم، واعتقد ان الاثنين مش هما الازمة في ان انت تكسب ماتش تونس والماتش مش هما الازمة اللي ما يخليكش تكسب، والعدد برضو مش هو العدد الكبير اللي احنا نقول عليه لا هو هيشكل لنا ازمة عشان نكسب. لا، هو الماتش الاهلي اعتقد ان هو اولوية واهم من ماتش المنتخب طبعا، لان كل حاجه محسومه اكيد. لو منتخب مصر مثلا هيحسم، لا، فالاولويه طبعا لمنتخب مصر. زي ما حصل قبل كده في كاس العالم وكاس الامم، الاولويه كانت دايما لمنتخب مصر، رغم ان ده كاس عالم، وكاس العالم طبعا حدث ما بيتكررش وما بيحصلش، وفي انديه بتتمنى ان هي تكون موجوده في كاس العالم، بس الاهلي برضو فضل وخلى منتخب مصر اولويه، واللعيبه راحت بعد ما خلصت البطوله وراحت مع اللعيبه اللي كانت رايحه، ولعبنا ماتش مونتريال المكسيكي من غير الدوليين. فاعتقد ان النادي الاهلي بيتساهل كتير مع اتحاد الكوره، وده الوقت اللي اتحاد الكوره او منتخب مصر يتساهل مع النادي الاهلي في 2 لعيبه. احنا مش بنتكلم في ان السكواد كله موجود مع منتخب مصر، هو 2 لعيبه بس. انا اسال سؤال تاني، يعني طبعا انا مقدر، يعني طول عمر النادي الاهلي لعيبته بتمثل قوام الاساسي للمنتخب، وعارف انه ممكن انه مستوى المنتخب يتاثر بغياب اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، لكن هو السؤال هنا نادر، هو انا لو هلعب النهارده من غير لعيبه النادي الاهلي في الظروف دي وفي التوقيت ده، ما اقدرش اختار لعيبه تكسب اثيوبيا
وتونس في مباراه وديه في القاهره. يعني مصر ما فيهاش 14 15 اسم يقدروا يمثلوا منتخب مصر، دي تبقى مشكله كبيره على فكره. دي حقيقه، دي حقيقه، وده ده شك المفروض احنا يعني نبص عليه، حتى لو احنا مش مشجعين للنادي الاهلي وعلى مدى احتياج النادي الاهلي للاعيبته يعني. وزي ما حماده تفضل وقال لك ان هو في اثنين لعيبه بس، القصه كلها مش في ازمه عدد كبير من اللعيبه. انت هتلعب مع اثيوبيا وهتلعب مع تونس على ملعب الدفاع الجوي، الماتشين في مصر. اما لو تروح تلعب مع اثيوبيا بقى سان جورج، وهتلعب مع مش عارف الانديه اللي بتلعب فوق في الجبال والاكسجين، ساعتها هنبدا نقول ازمه. لكن النادي الاهلي هيكون بحاجه لعيبته بشكل اكبر، دي خلاص قصه منتهين منها. لكن لما نيجي نبص على النادي، على المنتخب المصري نفسه، وعدم وجود لعيبه تقدر تغطي، يعني مثلا احنا محمد عبد المنعم ده لو ما كانش موجود اصلا، وكان كارلوس كيروش ما كانش اكتشفه اصلا، كنا هنعمل ايه ساعتها؟ يعني بعد اصابه حجازي وبعد اصابه الونش، العين الخبيره اللي موجوده في منتخب مصر اكيد حاضرين، وانا واثق تماما تمام الثقه في عدد كبير من الجهاز الفني اللي انا بكن لهم كل احترام وبكن لهم كل تقدير، وناس بتشتغل فعلا على قدم وساق، ان هم عندهم البدائل الجاهزه اللي تقدر تلعب في الاماكن دي. احنا شفنا منتخب اولمبي كان فيه اكتر من عنصر مؤثر في الفرقه يقدروا يكونوا يدعموا بيهم المنتخب المصري. شفنا في الدوري المصري بشكل عام، واللعيبه اللي اتحطت في استفتاءات الرابطه كانت موجوده مكان لعيبه من النادي الاهلي تقدر تاثر في المكان ده وتلعب في المكان ده. وده ما كانش باستفتاء من الجمهور، كان اختيار الرابطه نفسها للعيبه اللي بتجبر الجمهور ان هو يختارها، كانت لعيبه من خارج النادي الاهلي. طب ما هو يا جماعه، طب مش دول اللي انتم مختارينهم، طب ليه ما بتبصوش عليه؟ يعني هي قصه. عايز اضيف لك حاجه نادر، احنا بدل ما نخليها فرصه احنا خليناها ازمه. أيوة ليه فرصه؟ بالظبط فرصه ان انا اخلي اجيب لاعب مثلا منتخب اولمبي، منتخب شباب شايف ان هو لعيب والله كويس. من غير منتخب اولمبي حتى حماد، انا امبارح حطيت تشكيل منتخب يعني سد عين الشمس. بالظبط يعني عندك احمد شناوي، صبحي، جاد في حراسه مرمى، وممكن تدخل معاهم كمان بسام او الهاني سليمان مثلا، يعني كلهم لعبوا دولي على فكره. كل دول لعبوا دولي. عندك احمد فتوح واسامه جلال وعلي جبر ومحمد حمدي وحسين السيد، محمد حمدي كل الناس دي لعبت دولي، وباهر محمدي وعمر كمال عبد الواحد واسامه جلال، عندك احمد سامي، كل الناس دي لعبت، عندك مهند لاشين، عندك محمد رضا بوجو، كل دي لعيبه تعدي المرحله. عندك احمد سيد زيزو، يعني عندك صلاح ومرموش ومصطفى محمد ومحمد شريف، يعني عندك اطلع لك النهارده 20 اسم مرتاح كده، كلهم لعبوا منتخب مصر وكلهم لعبوا اساسيين منتخب مصر. بالظبط ما جبتلكش بقى جنب الجديد او جنب المنتخب الاولمبي، عندك ابراهيم عادل، عندك حسام عبد المجيد، عندك محمود صابر، يعني عندك قماشه زي ما كل منتخبات. في النهايه معلش انا اسف، يعني انت رايح تلعب اثيوبيا وانت حاسم بطاقه التاهل، وراح تلعب تونس مباراه وديه في ارضك ووسط جمهورك، فيعني انا ما فيش حاجه فيها مغامره او مخاطره بشكل كبير. هي فرصه للعيبه فعلا اللي ما لعبتش دولي بشكل كبير او ما عندهاش الخبره الدوليه ان هي تشارك، علشان يكون عندهم الفرصه في ان الماتشات اللي جايه انا اقدر احتاجهم. زي ما حصل مع محمد عبد المنعم نفسه، للازمه ممكن تكون بسببه وقت لما كان موجود في بطوله العرب، كان هو واحمد ياسين، وساعتها لما خد الفرصه اصبح محمد عبد المنعم المدافع الاساسي لمنتخب مصر. مظبوط. فلازم ان احنا ندي الفرصه للعيبه الشباب دي او اللعيبه اللي ما ظهرتش دولي، علشان يكون عندهم القدره ان هم يشاركوا مع المنتخب المصري في البطولات الكبيره. صحيح. وفرصه للراجل كمان يشوف يجرب لعيبه معاه، ويبقى عنده معسكر ياخده معاه وقت يشتغلوا ويفهموا دماغه وشغله. في نقطه ثانيه معلش انا حابب يعني الفت ليها الانتباه مش اكتر ولا اقل، نقطة الجمهور ازاي بيبص للامور وازاي بيوزنها. الناس دايما في المواقف اللي زي دي بتقارن، يعني هتقول لي الاهلي بيلعب كاس عالم فساب لعيبته وهو رايح يلعب في بطولة مهمة جدا هي الاهم بالنسبة لجماهيره، عشان تقديرا طبعا انه منتخب مصر ليه الاولوية. لكن لما يجي في موقف تاني يلاقي لعيبة نادي منافس في مباراة ماهيش بالاهمية في دور تمهيدي في بطوله دوري الابطال، فالمنتخب ساب اللعيبه، الناس بتحس انه في تربص او في كلب مكيالين. يعني الناس بتقيس من هنا، وده بيضايق قاعده جماهيريه كبيره جدا. صحيح. بص، هو اذكى حد في المنظومه هنا في مصر هو الجمهور، لان الجمهور هو اللي واقف من فوق وشايف المسرحيه ماشيه ازاي. طبعا انا لما اشوف ان منتخب مصر او المدير الفني منتخب مصر او اتحاد الكوره عموما مش عايز يساعد النادي الاهلي في ماتش سوبر افريقي
رسمي دولي كل حاجه بتدل على الاهميه، واشوف واقارن السنه اللي فاتت الاقي مثلا ان لعيبه الزمالك لا عادي جدا ان انت ممكن تسيب المعسكر وتروح تلعب ماتش ما هواش رسمي وماتش في ادوار تمهيديه دور ال 64 او الدور التمهيدي الاول، فاكيد لا انا كجمهور للنادي الاهلي احس ان الموضوع كلب مكيالين او الموضوع مش ماشي بمسطره واحده، فانا اكيد كجمهور هتضايق واحس ان الموضوع طبعا مش في مصلحه النادي الاهلي، واحس ان في تعنت ضد النادي الاهلي رغم ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي في مصر اللي مشرف مصر وهو اللي بيحط علم مصر على منصات البطولات الافريقيه والدوليه والمحافل العالميه زي كاس العالم الانديه، فليه التعنت ضد ما اداره النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي؟ والقصه هنا مش قصه زمالك، اذا كان من حقه انه يطلب والاتحاد استجاب، هي قصه هنا قصه القائمين على الامور في انه الصوره توصل لجمهور الكره في مصر ايا كان انتمائه ايه، انه المعامله فيها مساواه او فيها عداله. الاتحاد الافريقي دايس علينا في مصر، دايس علينا انديه ومنتخبات، ده احساس برضو يعني موقف ورا الثاني ورا الثالث يا نادر، بقينا بنحس انه لا ده في يعني زي ما احنا بنتكلم هنا داخليا انه ممكن شويه الدنيا تبقاش ماشيه بتوازن، لا الاتحاد الافريقي في كل مواقفه مع منتخبات مصريه او انديه مصريه بتحس انه ما بيحطش اعتبار للكره المصريه، يعني دي حقيقه بتتكرر في مواقف كتيره جدا واتكررت في مواقف كتيره جدا. دي حقيقه يعني حقيقه واضحه وضوح الشمس، مش محتاجه ان حد يشير اليها ولا محتاجه ان حد يقول ان هي بتحصل يعني، لكن احنا لما نيجي نبص للموضوع اصلا من جانب تاني هو لانه السبب الاساسي في المشكله لا فيكتوريا ولا المواعيد اللي اتحطت. المواعيد اللي اتحطت بالظبط نفس بالظبط، لما ما همش تماما ان في بطوله افريقيا شغاله في وقت كاس العالم للانديه اللي هيبدا مع بطوله افريقيا، وهمش تماما ان دوري ابطال افريقيا مفترض يبدا في نفس ميعاد مباراه السوبر، بالزبط. يعني الاتحاد الافريقي هو اللي بينظم بطوله دوري ابطال وهو اللي بينظم بطوله السوبر، هي دي القصه، هي دي المشكله الاساسيه اللي بنعاني فيها فيما يسمى بالاتحاد الافريقي لكره القدم. هو مسمى فقط، ولكن في النهايه هو حتى القائمين على الاتحاد الافريقي لكره القدم او الناس المسؤولين في الاتحاد الافريقي لكره القدم هم مجرد ادوات، لان يعني دلوقتي جاني انفانتينو هو المتحكم الرئيسي واللي بينسق خيوط سيطرته على الاتحاد الافريقي. موضوع السوبر ليج كل اوروبا اللي كانت رافضاه وكل الناس اللي كانت رافضاه، اكيد شفنا المظاهرات اللي كانت من جماهير الانديه نفسها والانديه اللي انسحبت مجرد ما اتعرض على الاتحاد الافريقي سمعا وطاعه. حوار كاس العالم اللي كل سنتين المقترح، فرق كبيره بين اليويفا وبين أكيد الكاف، اكيد اكيد انا بديك امثله. هنا انت بتعاني قريه قاره فيها كل المشكلات اللي انت عايز تشتغل على حلها وعلى تطويرها، مفيش موارد دخل، مفيش اي اختلاف على ده، بتكلم في قصه. فبالتالي بالنسبه للاتحاد الافريقي دي حاجه عظيمه بالظبط، كفلوس الاتحاد الاوروبي تدعيم الكلام ده ما بالزبط. يعني ما انا اللي اقصده يا احمد ان ملوش موقف، ملوش موقف ثابت وملوش موقف محدد، يعني حتى موضوع اقتراح كاس العالم اللي كان كل السنتين اللي كان المقترح السعودي اللي ارسن فينجر هو المتولي، كل القارات رفضت الا افريقيا. ساعتها كان في مشروع الهدف اللي كان هنا في القاهره وكان جاني انفانتينو موجود مع باتريس موتسيبي بقعده كده قاعدين بيشربوا شاي، قال له احنا عايزين كاس العالم كل سنتين، قال له يلا بينا صباح الفل. لكن مش بقى الناحيه الثانيه في اصلا بنرجع الاول وبنعمل بيانات الاتحاد الافريقي ما اصدرش بيان ساعتها. بيرلويجي كولينا رئيس الاتحاد رئيس الحكام في الكاف هو مش افريقي، مع كامل الاحترام ان هو حكم كبير وكل حاجه، في اكتر من حد جوه الاتحاد الافريقي مش افارقه اساسا وبيتحكموا بشكل كبير جدا في الاتحاد الافريقي، لان هو يعني اي حد زي ما تقول كده عايزين يدربوه انزل روح الاتحاد الافريقي اتدرب لك ايه سنه سنتين وبعد كده تنجح. بجانب كمان بقى عشوائيه القرارات اللي بتتاخد، عشوائيه القرارات المشاكل اللي بتحصل في الماتشات، احنا من امتى رحنا لعبنا بره غير لما كان لازم دايما بنواجه مشاكل في سواء بقى الـ 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 البطوله المباراه نفسها ما بتقامش في ميعادها، الشغب بتحصل ده حاجه تانية طبعا، ده حاجه تانية. المشكله ان هم اخترعوا الازمات، اللي الاتحاد الافريقي بيخترع الشغار في دور المجموعات ده مش ممكن بالظبط، يعني ده دوري الدرجه الثانيه السعودي في فار، ده دوري الدرجه الثانيه في دوريات، سيبك من السعودي عشان السعودي دلوقتي مثلا في حته، في دوريات دوري الدرجه الثانيه فار الدوريات دي مش على الخريطه، في دوري ابطال افريقيا اللي بيشارك كاس العالم للانديه على مستوى الانديه بالظبط، اللي عنده اصلا في اكتر من نادي عنده ميداليات في في في, في كاس العالم للانديه اكثرهم نادي الاهلي طبعا داي. فمش منطقي ان انت يحصل كده، مش منطقي ان انت كل مره تهمش الانديه المصريه او المنتخبات المصريه. لسه على الجزء المحلي من الازمه، لان وارد جدا لو حليت الازمه مع فيتوريا ما تحلهاش مع
منتخبات جنوب افريقيا، منتخبات تونس، منتخبات مالي، بالزبط. وبالتالي انت بتتكلم على لعيبه بحجم معلول، بحجم ديانج، بحجم بيرسي تاو، بالزبط. ممكن جدا يبقوا مش حاضرين. يعني بتهد الحقيقه فكره مبدا تكافؤ الفرص والعداله في البطوله. طيب يعني مش هاخد وقت كبير في القصه دي، ما نشوف او خلينا نشوف الايام او الساعات اللي جايه ممكن يكون فيها ايه. تعالوا نروح لرحله النمسا مع بعض. الاهلي خلاص قاب قوسين او ادنى من بدايه الظهور، خلينا نقول بدايه الظهور. يعني احنا شفنا النهارده طبعا لقطات وصول البعثه للنمسا، اول فتره اول مره من فتره طويله قوي يا حماده نشوف الاهلي في معسكر خارجي. السنه اللي فاتت يمكن كان في محاوله، اعتقد كانت هولندا تقريبا او كده، بس ما تمتش يعني. السنه دي بنشوف الاهلي في النمسا. ايه اللي مستنيه من معسكر النمسا، وايه اللي منتظر تشوفه في شكل الاهلي اللي ان شاء الله يظهر في مباراتين خلال تواجده هناك؟ والله هي فكره المعسكرات دايما للمدربين هي اللي بيتحط فيها حجر الاساس للسيزون. يعني حجر الاساس بقى سواء البدني، الفني، التكتيكي، الخططي، كل حاجه على المستوى الجماعي بتتحط في المعسكر ده. وهي بتبقى فرصه ان انا احط او ادرب اللعيبه بتاعتي على افكار معينه، بحيث ان انا اطبقها بعيد عن الضغوط وعن المكسب والخساره. يعني انا لما اعمل ماتش ودي او ماتشين وديين ان انا اشتغل عليهم، دي فرصه ليا ان ده انا المدير الفني طبعا. انا عايز اشوف الفرقه بتكسر الدنيا بالزبط. في يعني انا كجمهور يعني بالزبط. يعني انت طبعا مدير فني طبعا، ويمكن انا فاكر السنه اللي فاتت مستر كولر كان مش حابب حتى ان الجمهور يشوف الماتشات بالظبط، عشان هي عشان فكره الافكار. الافكار يعني هو الراجل مش عايز افكاره تتحرق من الاول، لا هو انا عايز ان انا اجرب الافكار بتاعتي بعيد عن مكسب الخساره. لان المدرب في المعسكر الاعداد هو ما بيفرقش معاه ان انا كسبت ولا خسرت، على قد ما بيفرق معاه ان انا الافكار بتاعتي اللعيبه بتنفذها الى اي مدى. يعني اللعيبه اتقنتها ولا لا، اللعيبه محتاجه تتدرب عليها ولا لا، لا اللعيبه مش مدركه اصلا الفكره فاحنا نغيرها ولا لا. كل دي اسئله بتبقى مطروحه على المدير الفني، فهو بيبقى محتاج اجابتها من خلال الماتش او الماتشين الوديين اللي بيتعملوا في اي معسكر، سواء في مصر، سواء في النمسا، سواء في اي مكان. فالمكسب بتاع المعسكر بيبقى من البدايه، ان انت بتحط الحجر الاساس للسيزون، ودايما الاداء بيبقى تصاعدي. أيوة. تصاعدي، ان انا رايح معايا افكار لعيبه مثلا نفذتها بنسبه 60% في بدايه السيزون، لا بعد 70 بقت 80 بقت 90 بقت 100%، زي ما حصل السنه اللي فاتت. احنا شفنا مستوى الاهلي كان دايما تصاعدي وفي ثبات. ليه؟ لان انت بدات صح واشتغلت صح، اللعيبه ريحت، معسكر اعداد الموسم بدا معاك تدريجيا، ان هو عارف انت رغم انه ما لحقش يشتغل بالظبط، برضه يعني حاول يطبق نظام اليوم الواحد في الاول شويه، لكن ما كانش عنده الفتره اللي موجوده زي السنه دي. لا هو فعلا هو ده في الفرق ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت في قصه الوقت. اللعيبه ريحت، اللعيبه خدت المعسكر بتاعها، اللعيبه كمان عندها التدريج في المستوى، ان انا هبدا الدوري مش هيبقى عندي مشكله. الامور مش هتبقى مشتده، هبدا كمان عندي كاس العالم انديه في شهر ديسمبر، عندي كمان دوري ابطال لسه هيبدا في شهر 2. فالامور لحد ما انا اجيب البرايم بتاعتي او النسخه البرايم من الفرقه، بتاخد انا وقت. عندي وقت، عندي وقت ومتاح لي وقت. وبرده فكره انه معاه، انت بتتكلم ايه، 9 لعيبه، يعني 9 لعيبه داخله في سكواد الاهلي السنه دي، ده غير حراس المرمى. انت بتتكلم على رضا سليم وامام عاشور، عوده نيدفيد، عوده صلاح محسن، عوده كريم واكرم، والثلاثة الشباب معتز محمد وزعلوك واعتقد في اسم ثالث كريم الدبيس برضه. كريم الدبيس كده خد شويه في الاخر. ففي النهايه برضه انت محتاج فكره الانسجام، بالذات الصفقات الجديده او العوده من الاعاره. صلاح محسن بالنسبه له صفقه جديده، دي حقيقة. هو اتفرج عليه يمكن في الدوري لكن ما اشتغلش معاه، نفس الحكايه بالنسبه لنيدفيد برضه. فبالتالي اكيد في جزء مرتبط بانه الناس دي تخش في الطريقه او في الاسلوب بتاع مارسيل كولر. دي حقيقه، ودي هتفرق مع يعني موضوع فتره الاعداد اصلا. فكره ان ما كانش موجود في مصر من شكل بقى لنا حوالي 10 سنين. موضوع فتره الاعداد اللي بيكون في خلال فتره الصيف تحديدا اللي قبل بدايه السيزون، زي ما فعلا يعني اتكلم حماده عن القصه دي، بجانب موضوع الانسجام نفسه اللي هيكون مع اللعيبه، بجانب موضوع المعسكر الواحد بالنسبه للاعب المصري دايما كان بيتكلم عنها كابتن حسن شحاته، يعني طيب الله اوقاته، يعني اي حاجه مجمعه بتفرق بالظبط، بطوله مجمعه بتفرق، معسكر مغلق وكده، الكلام ده بيفرق قوي مع اللاعب المصري بشكل عام. وكمان مع موضوع المدرب المساعد الجديد اللي جاي للراجل من سويسرا، برينجر،
الراجل ده اكاديمي جدا، اكاديمي، وبيشتغل كمان على اللعيبه الشباب بشكل كبير، سواء في لوزيرن، سواء في جراس هوبر، سواء مع بازل، وسواء لما كان مساعد ليه، وكان في نفس الوقت اللي كان مساعد لكولر فيه في 2018 2019، كان في نفس الوقت هو رئيس قطاع الشباب في فريق بازل بشكل عام. هو جاي للشباب بس ولا جاي يعني؟ لا لا، هو جاي بشكل عام مع كولر في الجهاز الفني. انا فاهم. لا اصل هو تفتكر يعني مختص بالامور الفنيه اكتر، وجاي يشتغل مع اللعيبه بشكل تقني فقط. هو مدرب اكاديمي جدا، يعني اكاديمي من الدرجه الاولى. يعني اللي اتقال عنه انه كمان جاي يشتغل على حته تطوير النواحي الهجوميه. لا هو مش هجوميه بس، لان دي مغالطه انتشرت. هو مش جاي يشتغل على الناحيه الهجوميه بس، لان في ناس قالت ان هو جاي يدرب المهاجمين بس. بالظبط. لكن لا، هو جاي يدرب الكل، لان امبارح كان بيشتغل مع معتز ومع كريم ومع زعلوك، الثلاثه. هو صحيح الثلاثه شباب، ولكن هو جاي يشتغل مع الكل، وهو جاي عشان الامور الفنيه، ويشتغل بشكل تقني فقط مع اللعيبه. اعتقد ان دي من اهم الحاجات اللي انا كنت بتمناها، ان يكون في حد موجود في الجهاز الفني للنادي الاهلي مسؤول فقط على التطوير الفردي او التقني مع اللعيبه. احنا دايما بنقول ان المستوى ما بين اللعيبه في مصر قليل، فطالما المستوى قليل والدنيا كلها شبه بعض، انا ليه ما اخليش اللي عندي فارق عن اللي موجود عند غيري؟ بمعنى ان انا استثمر في اللاعب اللي عندي، بدل ما اروح اشتري حد هو اصلا مستواه قريب عن اللي عندي. فهي دي الفكره، ان انا دلوقتي بقى عندي اربع مديرين فنيين موجودين في الفرق، اربعه طبعا، كابتن سامي والاثنين مساعدين بتاع كولر، وكولر بحد ذاته. فالاربع مساعدين هيشتغلوا مع الفرقه بشكل اكبر واوسع. انا عندي حد مسؤول مختص على التطوير التقني الفردي مع اللعيبه، عندي حد شغال مع الامور الفنيه، عندي مارسيل كولر هو رئيس الجهاز كله. فده هيفرق جدا طبعا مع النادي الاهلي في الموسم الجديد، ودي اللي ممكن تخلي النادي الاهلي نقدر نقول عليه ان فيها تطوير تقني. بمعنى انا لعيب عندي مثلا، فنفترض ان هو صلاح محسن عنده مشكله ما، فانا همسك اللاعب ده، انا هشتغل معاه في الجزئيه دي، بحيث ان هو بدل ما هو 60% منها، لا انا اشتغل على 80، وكل ده هيبقى تحت وفي سياق النادي الاهلي. فبدل ما اللعيب يروح يتمرن بشكل فردي مع مدرب بره خارج عن السياق البدني والفني عن اللي محتاجه منه كولر كمان، واللي محتاجه منه كولر، لا انا مارسيل كولر هيجي يتكلم مع المدرب ده، هيقول له مثلا انا اللاعب ده عنده مشكله مثلا في العرضيات، فانا اروح اشتغل مع اللاعب ده في العرضيات احسن ما اروح اشتغل مع حد بره، ممكن يعمل لي اصلا شغل بدني زياده، يخليني ممكن يجي لي شد، يجي لي اي حاجه، ممكن كمان يمرني غلط، وكمان بيفتقد للسياق. السياق يعني هو بيقول له مثلا اعمل كذا، المنظومه، ان يبقى جزء من المنظومه، وتحت اشراف مارسيل كولر. هي دي الفايده. بمناسبه كلام حماده، انا النهارده طبعا يعني عندنا ملك الارقام والاحصائيات طبعا منصف مجهزنا في القصه، لان الاهلي بيشتغل على ده من فتره طويله. يمكن النهارده مارسيل كولر بيطور الطريقه او الاسلوب اللي بنشتغل بيه على القماشه اللي موجوده عندك، وفي ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، او العالم كله الحقيقه بيمر بيها على المستوى الاقتصادي، في ظل ارتفاع اسقف التعاقدات جنب مننا، مش بكلمك على اوروبا، النهارده السعوديه، الامارات، قطر، ممكن الانديه بتاعت الدول دي بقت بتنافسك بشكل كبير جدا على المواهب اللي طالعه في افريقيا، فبالتالي لازم تبص بشكل او باخر للسوق المحلي. خلينا نشوف مع نادر كده قائمة الأندية المصرية اللي بتمتلك عدد من اللاعبين اللي طلعوا من قطاعات ناشئينها من بداية مشوارهم، ونشوف كمان، واحنا بنشوف العدد، لأنه مش بس العدد يهمني، كمان تبصوا على القيمة التسويقية لأولاد النادي اللي النهاردة بقت قيمتهم أو سعرهم في السوق بيمثل إضافة كبيرة جدا، استثمار تقدر تقول عليه من العدم، من لا شيء، قدرت تخلق ثروه استفدت بيها على المستوى المادي وعلى المستوى الفني. اتفضل. دي حقيقه. احنا جينا بصينا هنلاقي ان الاهلي الزمالك ب 15 لاعب من الاكاديميه، ولكن القيمه التسويقيه 4.75 مليون، ولكن الاهلي ب 14 لاعب 10 مليون. 10 مليون يورو، بيتفوق على الاسماعيلي اللي ب 750 الف يورو بس من 13 لعيب، المصري 600 الف، واخيرا بيراميدز 3 ب 825. لكن لما هنيجي نبص اصلا على النادي الاهلي نفسه والاستثمار اللي ممكن تجيبوا لنا قائمه النادي الاهلي بقى
هتلاقي ان في هتلاقي في لعيبه حاليا هم من القوام الاساسي للفريق. ابرزهم طبعا محمد الشناوي حارس المرمى. محمد الشناوي استثمار العنصر البشري في محمد الشناوي، سواء في انك انت لما خرج من الاهلي وتالق وعوده محمد الشناوي من جديد دلوقتي القيمه التسويقيه لمحمد الشناوي 52 مليون. محمد هاني، رامي ربيعة ونص، يعني 2.5 مليون. 2.5. محمد هاني دلوقتي هو الرايت باك الاساسي بتاع النادي الاهلي بقاله اكتر من 5 سنين مثلا. رامي ربيعه، كريم ندفيد، اكرم توفيق، عمار حمدي، كل دي احنا بنتكلم في مبالغ الاهلي زي ما انت قلت وتفضلت يا احمد من العدم. والاستثمار في العنصر البشري رقم واحد. محمد عبد المنعم، وبعد عودته من جديد من فيوتشر، محمد فخري، عبد المنعم ده لو كنت بتشتريه يعني في حاله التوهج دي ما كانش لعيب من 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 ناشئين النادي الاهلي، ورحت تشتري كواليتي محمد عبد المنعم صفقه ممكن تكلفك كام؟ ده طبعا مبلغ خرافي. ده اللي حصل من السعوديه، وده العروض اللي جات له من السعوديه. صحيح. مبالغ خرافيه، ولكن هو فضل البقاء والنادي الاهلي فضل التمسك بيه. يعني كل الكلام ده بيحصل يا احمد، احنا لو جينا بصينا لتشيلسي بغض النظر عن ما يحدث في تشيلسي مؤخرا وقت ابراموفيتش، تشيلسي كان في الموسم الواحد كان بيخرج ما لا يقل عن 25 او 26 لاعب في الاعراض. معلش انا عايز اكمل معاك القايمه، لو ممكن ترجعوا لنا الجزء الثاني. احنا قلنا نص ولاد النادي الاهلي، ممكن المعلومه دي تبقاش عند ناس كتير. تمام. قلنا الشناوي طبعا، هاني، محمد هاني، رامي ربيعه، وكريم ندفيد، واكرم توفيق، عمار حمدي، احمد عبد القادر، محمد عبد المنعم، محمد فخري، كريم الدبيس، واحمد كوكا، احمد نبيل كوكا، ورأفت خليل، ومصطفى شوبير، وحمزه علاء. حاليا لو جينا بصينا هنلاقي ان اكتر من 90 او 95% من اللعيبه دي من القوام الاساسي للفريق. طيب. احنا مش بنتكلم في لعيبه مجرد ان الاهلي مثلا بيستثمر فيهم ملايين. في منهم على فكره برضو عشان زياده في التوضيح، في لعيبه ما بداتش في قطاع الناشئين لكنها جت للاهلي في سن صغير، يعني حمد فخري، اكرم توفيق، اعتقد جم اكرم توفيق من انبي، اكرم توفيق فخري من المحله، فخري من المحله بالظبط كده. حمد فخري كان اغلى ناشئ ساعتها في مصر. بالظبط. فده اللي يدل على ان انت ماشي صح جدا في موضوع قطاع الناشئين، ماشي صح جدا في موضوع الاستثمار تحديدا في قطاع الناشئين، وده زي ما قلت لك بيحصل في اوروبا بشكل طبيعي وبشكل عادي. لا لا، هيحصل عندك اجباري دلوقتي مش بمزاجك، غصب عنك فعلا. مؤخرا وبعد الطفره اللي بتحصل في الميركاتو وال 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 والاستثمار والارقام والدلائل والاحصائيات، وفعلا يعني زي ما تفضل محسن ومنصف وجاب لنا الاحصائيات دي، ده بيدل على ان فعلا النادي الاهلي بيسير في الاتجاه الصحيح في الحته دي. الارقام هي اللي بتقول مش احنا، يعني ما حدش فينا هو اللي بيتكلم، وده مرتبط كمان بآليات السوق. يعني تعالوا نبص كده مع حماده على المحترفين الاجانب اللي هيظهروا السنه دي في كل الانديه اللي بتشارك في الدوري لاول مره في بطوله الدوري المصري، ونشوف قيمتهم التسويقيه وتوقعات او رؤيه بقى حماده ونادر للصفقات دي، ومين ممكن يكون الصفقه او اهم الصفقات، مش عايز الصفقه الاهم او الصفقه الابرز، لكن اهم الصفقات اللي عينكم عليهم وتابعوهم، وهل فعلا الاسماء دي ممكن تمثل اضافه للمتعه، واحد طبعا للتمنه كجمهور وللقيمه الفنيه للدوري المصري في الموسم الحالي. اتفضل حماده. طبعا على مقدمته طبعا رضا سليم، ده لاول مره يظهر مع النادي الاهلي، وفي وسط المسيالة اللي هو ده جاي من تنزانيا. وعندك جوبا اوكي، وعندك بيكلي، مش شيملس بيكلي، لا هو حد تاني، ايديمبو. كل دي اسامي انا لفت نظري فيها حاجه واحده بس، هو انهم معدل اعمارهم صغير جدا. ان معدل الاعمار صغير دي من اهم الحاجات اللي بالنسبه لي بتدل على نيه الانديه. فيستون مايلي 29 سنه، لا هو الوحيد ده طبعا هداف الكونفدراليه اللي جاي من بالزبط. افريكانز بالظبط. وتاني واحد هو 27 سنه. 27 سنه جوبا، الباقي كله بقى 19 و20 و22 و24 سنه. منين يعني الاسواق اللي توجهت ليها الانديه المصريه حمد؟ الاسواق مختلفه، اتغير او التوجه اتغير بالنسبه للانديه في مصر؟ هو اتغير، لان احنا شفنا مثلا هتلاقي فيه من تنزانيا، هتلاقي فيه من نيجيريا، هتلاقي فيه من الدرجه الثانيه في اسبانيا، من الدرجه الثانيه في ايطاليا، هتلاقي كمان في مقدونيا، فالسوق متنوع مختلف. النيه واحده، ان انا بجيب لاعب صغير في السن ان انا استثمر فيه وبيعه، ده النيه الواضحه الصريحه جدا من الانديه اللي شاريه اللعيبه دي. ده في اثنين لعيبه جايين من فرقه شباب بتاعت توال فرنسي بالظبط، اثنين فرقتين جايين، وطبعا مع صلاح باشا اللي جاي طبعا من الدرجه الثانيه في ايطاليا. كان في ايطاليا فالنيه زي ما قلت لك ان انا جايب ان انا استثمر لعيبه وبيعهم في المستقبل، ده الهدف.
اتمنى اتمنى ان الهدف بتاع الانديه دي يتحقق، لان طبعا ده هيعود بالنفع على الدوري المصري وعلى فكره البيع والشراء في السوق المصري. السودان ده احنا جايبين في من الصومال فترة. لا النادي المريخ السوداني. المريخ السوداني إريك كامبالي بالظبط جاي من المريخ السوداني لفريق عدل العمار. عدل العمار لافت للنظر جدا. عدل العمار صغير طبعا بنجيب من الجابون كمان، واغلبهم على فكره برضو الملاحظه اللي حصلنا اغلبهم في ترانسفير، يعني اغلبهم جايين جايين فري ايجنت اصلا فري ايجنت فيهم. فهو الحته الثانيه برضو في حته الوكيل بتاع اللاعب. انت كوكيل ما يبقاش كل هدفك ان انا البس النادي بلغه الكره، لكن انا هدفي ان انا اجيب لاعب احطه في بيئه مناسبه او متناسبه مع امكانيات اللاعب عشان اللاعب ينجح، وان انا يكون عندي وجهه نظر فنيه او ان انا كوكيل يكون معايا حد فاهم في الحته الفنيه ان اللاعب ده امكانياته تظهر مع النادي ده، مش ان انا بعت خدت الـ 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 العموله بتاعتي. فانا بالنسبه لي كده الامور بقت منتهيه. حاجه كمان ان انت جايب اللعيب انت مش بس ان انت بتوديه النادي، انت برضه بتساعده على المعيشه في مصر، معنى كل امور الانتقالات بتاعته، الشقه اللي هيقعد فيها، حاجه خاصه بيك انت، لان هو لو ما ساعدتوش في الحته دي هو مش هينجح، لانه مش هيعرف يتعايش ويتعامل مع الشارع المصري. واحنا بنشتغل بالطريقه دي في مصر، يعني الطريقه اللي بيتكلم عليها حماده فكره الايجنت اللي هو يبقى مسؤول عن تطويرك، عن اسلوب حياتك، عن تغذيتك، عن ظهورك الاعلامي، عن تصريحاتك، عن تعلمك للغات. يعني فكره الوكيل ده موجوده هنا في مصر؟ يعني احنا بنشتغل او ما اعتقدش موجوده في مصر في عدد كبير، يعني يعني هتبقى نسبه لا تذكر في اللي موجودين في مصر. مش القاعده يعني لا لا البدايه اللي اتكلم فيها فعلا ان الوكيل نفسه مجرد ان انا بلبس النادي او مش بلبس النادي، عشان نبقى اوضح بشكل اوضح، يعني انا عايز اخد عمولتي من النادي بره عن اي حاجه. قصه سمساره اكتر منها وكاله يعني. فبالتالي انا مش ببص للموضوع على 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 محمل ان انا همي على اللاعب. احنا شفنا يعني مينو رايولا، يعني الراحل مينو رايولا اشهر وكيل لاعبين في العالم. قيمه نجاح مينو رايولا هو او مينديز ايه؟ هي ان هو بيشتغل فعلا على اللاعب نفسه. نجاح رامي عباس حاليا مع محمد صلاح ايه؟ ان هو بيشتغل على اللاعب نفسه. واللي انت قلته ده بالظبط او اللي هو قاله بالظبط يا احمد، هو ده اللي انت بتلعب على اللاعب نفسه، او بتدور على ان الوكيل بتاعك او اللاعب اللي انت وكيله لازم توفر له كل حاجه، وفي نفس الوقت التعامل ما بينك وما بين النادي يكون احسن حاجه، عشان خاطر ان دي البيئه اللي هتاثر على اللاعب نفسه. لكن عندنا في مصر ما اعتقدش ان ده موجود. اعتقد ان معظم الوكلاء اللي موجودين في مصر، خصوصا ان معظم الوكلاء اللي موجودين في مصر بقوا وكلاء، يعني انا بقى لقيت تشوف انا فاكر هقول لك حاجه نادر مش عارف يعني تفتكروا وترجعوا بالذاكره معايا لغايه فين، بس انا فاكر انه في اسماء كتير جدا جت مصر هنا ما حدش في الدنيا يسمع عنها، لاعبين محترفين اجانب. دي حقيقه، دي حقيقه، ما حدش يسمع عنهم وخرجوا من مصر هنا جواهر. يعني يعني احمد فاليكس في في في, في, في الاهلي، ايمانويل امونيكي جونو تاكا امونيكي جون اوتاكا بالظبط نيجيري. لعيبه كتير، لعيبه كتير جدا. دوكو دودو اللي كان موجود في سموحه بالظبط، ده راح فرنسا حاليا. علي يوباجي حاليا بيلعب في الدوري الفرنسي خارج من الاهلي، حتى مع رابط فيينا ما كانش مشهور. يعني زي ما قلت في فكره ان انا بشتغل على اللاعب، انا هو المشكله هنا في مصر ان هو ما بيتعاملش مع اللاعب ان هو مشروع، لا هو بيتعامل مع اللاعب ان هو صفقه فعلا. لا انا وكيل، وهنا بنشوف ده في مصر، انا وكيل فانا اشتغل عليك عشان انت تنجح عشان انا انجح، انا وكيلك. لان المشكله لما اللاعب ده بيجي له عروض او بيجي له حاجات تانيه بره مصر او جوه مصر مع انديه تانيه مع ناس تانيه هو بيرفض، فانت متحكم في اللاعب بس انت ما بتساعدوش. طيب فبالتالي هو مش هينجح. الجزء التاني من السؤال وده اللي يهمني بقى، اسماء كتير قوي طلعت من افريقيا لاوروبا، منهم اللي نجح منهم اللي ما نجحش بشكل كبير، لكن اللي ما فيش خلاف عليه هو انه ان في كواليتي طلعت من القاره. ممكن ترجع انت تدور عليها بعد شويه، يعني ممكن انت تروح بعد كده دوري برتغالي، دوري يوناني، دوري بلجيكي، دوري تركي، تفكر تجيب الاسماء دي تاني اللي ممكن تبقى موفقتش، فتسمع ارقام فلكيه. السؤال هنا قدرتنا هنا كوكلاء وكأندية على اكتشاف المواهب دي من قبل ما تخرج لقارة أفريقيا، ومن قبل بقى يبقى ليها سعر، فتبقى أنت المحطة الترانزيت اللي تقدر تستفيد من الخامة دي، من القماشة دي فنيا سيزن 2-3،
وبعد كده تعيد تصدير زي ما بتعمل انديه شغاله في اوروبا زي اياكس امستردام زي بروسيا دورتموند زي بنفيكا البرتغالي، يجيبوا الجوهره تقعد عندهم يستفيدوا بيها 3 4 مواسم، بعد كده تلاقيها تطير زي داروين نونيز مثلا راح من بنفيكا ليفربول بكام؟ بالظبط شارينه بكام؟ بروسيا دورتموند اشترى هالاند بكام وباعه بكام؟ حكيم زياش في اياكس امستردام جه بكام؟ وهكذا. جود بلينغهام مثلا ومن قبله ديمبلي ومن قبله سانشو، يعني اسماء كثيره جدا جدا. فالقصه هنا هل احنا بنشتغل كده عموما في مصر؟ مش بتكلم بس على النادي الاهلي او بتكلم على وكلاء او بتكلم على انديه. هو هنا في مصر للاسف ما بيشتغلوش كده. احنا ما بنعرفش نعد، لان احنا حتى لو احنا ما بنعرفش ايه نعد يعني نجهز لاعب نعد. احنا لما بنيجي نشتري لاعب احنا بنجيبه يلعب، والله زي ما بالظبط كده كاني برميه في الميه، والله عام فخير وبركه ما عامش وخلاص. لكن بره هم بيروح بيشتروا ماده خام، بس في منظومه عمل تساعد اللاعب ان هو يكون لاعب نجم. فهناك هتلاقي قطاع مدربين محترم، هتلاقي ملاعب، هتلاقي اهتمام، هتلاقي جانب تعليم، هتلاقي كل حاجه. فانت مثلا ايه المنظومه اللي في مصر اللي بتشتغل بالسيستم ده؟ مش هتلاقي. فانت يعتبر انت بتروح تجيب حد بتقول له وريني امكانياتك، والله امكانياتك كذا، فانت فعلا تستحق ان انت تروح المكان الفلاني، اكنك بالظبط جايب حد عايز تسوقه، بس انما انت ما بتشتغلش عليه بشكل فردي، ما بتشتغلش عليه بشكل جماعي، ما بتشتغلش عليه بشكل حتى تعليمي. القصه مش بس ان انا يعني القصه قبل ما هشتغل عليه ازاي حماده، هي قصه العين اللي بتعمل سكاوت خبيره، يعني العين بالزبط. الخبيره اللي بتطلع تبص. وهو ده السؤال، انت ممكن هنا في مصر تبقى بتكتفي، عارف في مواقع بتاع التوظيف كده عندها مجموعه سيفيهات، فانت عندك وظيفه خاليه فتخش على الموقع تقول لهم انا والله عايز سكرتير مش عارف ايه او محاسب ايه، فيبعتوا لك شويه سيفيهات. احنا غالبا الطريقه عندنا في مصر اقرب للمنظومه دي بالزبط. انا محتاج مهاجم فكلم وكيل هنا ووكيل هنا ابعت لي، لكن ما عندناش فكره المنظومه. يعني كل الانديه الكبيره مانشستر يونايتد، انا هنا اتقابلت مع ناس كتير جدا مسؤولين، بس في اداره اسمها اداره سكاوتنج، واداره دي فيها ادارات صغيره، في اداره معنيه بالسوق الاسيوي، اداره بالسوق اللاتيني، اداره بالسوق الافريقي، ناس قاعده بتشتغل وبتتابع مسابقات وبتحضر بطولات ويبعتوا ناس مثلا تحضر بطوله افريقيا للشباب، بطوله مش فاهم قصدي؟ فامتى ممكن يحصل عندنا النقله دي؟ لانه شئنا ما بين الظروف الاقتصاديه والمنافسه اللي هتحصل هتجبرك انك انت تعمل حاليا او مش حاليا، مؤخرا الفتره اللي فاتت كمان الترجي التونسي، الانديه التونسيه او الانديه الجزائريه بتعمل كده، من الانديه اللي في افريقيا بتشتغل على ان هي تعد اللعيبه زي فعلا ما حماده اتكلم، وبعد كده بيروحوا في اوروبا ويبداوا ان هم ياخدوا فلوس من وراهم مهما كان اللعيب ده هيروح فين. أيوة. كحق رعايه او كحتى كاعاده بيع. جنراسيون فوت النادي السنغالي طلع لعيبه كتير. الاكاديميه اللي عاملينها حاليا هم عندهم نادي وعندهم في اكاديميه بشكل عام. أيوة. اسك ابيجان اعتقد دي اكاديميه معموله بشراكه مع انديه فرنسيه. هي معظم اللعيبه اللي بتطلع منها بتروح لفرنسا. اسك ابيجان واحد من الانديه العمالقه في تاريخ في افريقيا، في حاجه في مالي برضو اكاديميه ابتدت اسمها اعتقد في مالي بس مش متذكر الاسم. جي ام جي. فدي من الانديه اللي بتعمل كده. لو جينا بصينا اصلا على اللعيبه اللي طلعت مثلا من ده مالي دي طول عمرها فكره برضو منجب ده. دي حقيقه لعيبه كوره يعني حاليا لو جبنا على منتخب مالي حاليا يا فيك طول عمرها اليو ديانج حاليا هو مش بتاع بطولات يعني ما تلاقيش انديه في ماليه بتنافس على بطولات ولا تلاقي منتخب مالي بينافس على بطولات، بس لكن هتلاقي دايما الكواليتي لعيبه طول عمرهم المشهوره دايما ان هم يصدروا بره. فزي ما بقول لك، هي الفكره كلها ان الناس دي بتفكر بتشتغل على كره القدم بشكل كبير، بتشتغل على المشروع بتاع الكوره. يعني نادي يوفنتوس اصلا دلوقتي عنده دافيد تريزيجيه، واحد من اساطير يوفنتوس التاريخيين. دافيد تريزيجيه حاليا هو السكاوتنج بتاع يوفنتوس في امريكا الجنوبيه. يعني هو متواجد، لو في موهبه هناك هو اللي هيروح ويبص عليها. معظم الانديه دلوقتي في اوروبا بتعمل كده. ديكو حاليا قبل ما كان يمسك في برشلونه ديكو كان سكاوتنج، قبل ديكو كان ريفالدو موجود سكاوتنج. فانت بتكلم بص اسماء اللعيبه مش بيتكسفوا ان هم يروحوا يكونوا سكاوتنج ويروحوا يدوروا ويجيبوا اللي عشان النادي بتاعهم. فالقصه كلها ان انا اتمنى ان ده يحصل هنا عندنا في مصر ويحصل في النادي الاهلي بشكل خاص، يعني ان انت تبص على اللعيبه وتبص على الاهلي خد خطوات في قصه السكاوتنج دي تمام. يعني ممكن تبقى لسه ما
ما قاهرة التنفيذ هي قاهرة التنفيذ بالزبط. حتى الآن أنا فاهم أنا أقصد إن 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 الفكرة كلها إن إحنا ده هيوفر علينا بشكل كبير جدا. صحيح. الأسماء اللي الأهلي مرتبط بيها مؤخرا علشان خاطر تدعم هجوم الفريق، الأسماء دي من 3 أو من 4 سنين كان سهل جدا إن أنت تجيبها وهي في أفريقيا. أيوه. فهي هي كل القصة بس مسألة العين الخبيرة مش أكتر، العين الخبيرة بتحسم كل شيء. صحيح. أخدكم بقى للكلام واحد بس كنت بسألكم، إحنا بنشوف أسماء اللعيبة المحترفة، مين الصفقة الأهم من وجهة نظركم الموسم الحالي أو صفقة المنتظر إنها تكون يعني إضافة للدوري المصري؟ رضا سليم أنا شايف إن هو صفقة إضافة للدوري المصري، يعني نجم الدوري المغربي جاي الدوري المصري، فأكيد بنسبة 100% رضا بقيمته الفنية بقيمته وتأثيره في الملعب هيكون من أهم الصفقات الموجودة في الدوري المصري السنة الجاية. عندي شغف وعندي برضو ان انا اشوف صلاح باشا اللعيب اللي طبعا اللي كان محترف في ايطاليا وفي اودينيزي ايطالي بالظبط، مستني اشوف التركيبه بتاعته لما يلعب فريق اول هيبقى شكله عامل ازاي، مستني اشوف الاثنين اللعيبه اللي جايين من فرنسا مدى مستواهم التعليمي الاكاديمي مستوى تعليمه الاكاديمي بقى انت جاي لعيب متعلم اكاديمي، مستني اشوفك بقى هتعمل ايه لما تنزل الملعب بقى مع الفريق الاول. اغلب اللعيبه اللي جايه دي زي ما قلت لك هي لعيبه صغيره في السن، احنا محتاجين نشوفهم في الملعب ومحتاجين ان احنا نركز عليهم ونحاول ان احنا نخلي الحاجه دي تنجح كنادي مثلا او كمدير فني موجود. انا جايب لعيب مثلا من فرنسا او 2 لعيبه من فرنسا مثلا، الناس دي جايه متعلمه اكاديميه، فانا محتاج ان انا اشتغل عليهم واوظفهم صح، ان انا اشتغل على انجح اللاعب مش اشتغل عشان اكسب، لان اغلب المديرين في مصر هنا بيشتغل عشان يكسب ما بيشتغلش عشان ينجح، لان انت في نادي مثلا في وسط جدول او في مؤخره الجدول انت لازم تكون عندك نيه ان انت تجهز كام لاعب لما تيجي في اخر السيزون تبيعهم عشان تقدر تشتغل على السيزون الجديد، يبقى عندك وفره ماليه ان انت تقدر تشتري لعيبه تدفع مرتبات النادي يمشي. لكن ان انا هشتغل بس ان انا ابيع واشتري ان انا اكسب بس، فانت مش هتعمل حاجه وهتلاقي نفسك بتخسر مش بتكسب اي حاجه من الموسم. الاهلي السنه دي مثلا على سبيل المثال بقى حمدي وشريف بالظبط، بقى حمدي وشريف نفس المقابل تقريبا عمل ميركاتو متوازن في توازن وامام عاشور بالظبط. هو مكسب انت انت بتتكلم مثلا عن حمدي فتحي ده طبعا اللي جت لعدد كبير من اللعيبه بس كله تمسك بالظبط. يعني انت بعت حمدي فتحي مثلا 28 سنه بعته ب 3 مليون دولار، جبت امام عاشور 25 سنه باقل منه بارقام قليله، فده انا بالنسبه لي مكسب. انت بعت لاعب كبير جبت لاعب صغير بقيمه فنيه اعلى فده مكسب. جبت رضا سليم مثلا بعت محمد شريف فلا ده مكسب، رجعت محمد شريف. ففكره التدوير والبيع واعاده احياء الفرق هي محتاجه مهاره شويه وفن اداري، يعني مش القصه مش ان انا ابيع واشتري بس هاي. لا في رؤيه فنيه في الموضوع وتعامل مع معدل الاعمار. انا ببص لها بشكل تاني، ببص لها انه ميركاتو الاهلي صحيح اضافه، يعني طبعا حمدي لا يعوض، انا بشوف حمدي فتحي لعيب نص ملعب يعني نموذجي تحلم بيه حقيقه. امام طبعا لعيب انا مستني منه اشوف فيرجن الاهلي عامل ازاي، لانه ما فيش شك في ما حدش يختلف على امكانيات امام. شريف رحيله ووجود رضا سليم اعتقد على المستوى الفني وعلى المستوى المالي صفقه ناجحه جدا، تعوض لاعب مهاجم هداف جيد جدا بنجم الدوري المغربي وفي النهايه ما كلفتش الخزنه حاجه بالظبط. فما اجي اكلف الخزنه انا كجمهور بقى مستني اكلف الخزنه للمهاجم المهاجم صح ولا ايه؟ كله مستني كده. نتمنى ان شاء الله يعني انا عايز اضيف بس حاجه يا احمد على كلام حماده في موضوع فعلا ان الانديه اللي يعني الاهلي ما صرفش كتير مقابل ان اللعيبه اللي باعها جاب زيها. اديك مثال قريب جدا بيحصل اخر كام سنه، فريق برايتون الانجليزي. فريق طبعًا برايتون مخرج عدد كبير جدا من اللعيبه، دي تجربه تدرس يعني برايتون مجوم. تجربه لازم تدرس. هل احنا بس عندنا احنا في مصر كل ما نادي يعني مع كامل الاحترام لكل الانديه كل ما بيجي يطلع لاعب يقول لك اصل فضوا لي النادي، اصل فضوا بياخدوا من النادي، اصل انا مش عارف. طب ما انت بيجي لك ملايين على اللعيب اللي انت بتبيعه من عندك، تقدر تعمل اللي النادي الاهلي بيعمله حاليا واللي برايتون عمله. تعال شوف برايتون نفسه اصلا في كل المراكز هو مشى لعيبه وعوضهم. يعني انت لما مشى بيسوما جه مكانه كايسيدو، هو انت بتجيب لي مثل نموذجي قوي نموذجي جدا. انا بس هقول لك انديه تانية، يعني طول عمري بشوف الانديه دي هي مركزه قوي في الحته دي. بروسيا دورتموند يمشي من عنده بالزبط عتاوله وتلاقي الفريق زي ما هو مطلع عنده قدره انه السيستم واحد. انت عندك في بلان بي، في بلان بي ماشي فرقه الموسم اللي كان واصل فيه لقبل نهائي
سيمي فاينل وخرج من توتنهام، ماشي ماشي فرقه وتقول الفرقه هتقع السيزون، تلاقي عكس بنفيكا البرتغالي نفسه. ساوثهامبتون لما كان مع موريسيو بوتشيتينو مع رونالد كومان لما كانوا بيدربوهم، ساوثهامبتون ده كان عنده ساديو ماني وكان عنده فيرجيل فان دايك وادم لالانا ولامبرت وانياما في وسط الملعب وفونتي، وكان عنده عدد كبير من اللعيبه دي. بعدها بسنه كانت موجوده في كل انديه اوروبا الكبار، ساوثهامبتون فضل زي ما هو لحد ما هبط السنه اللي فاتت بعد 4 سنين من ان هو كان بينافس على حتى التاهل في المراكز الاوروبيه. انا بس هي دي النقطه اللي كنت عايز اشير ليها، واشير انا بقى لحته ثانيه افكركم بيها وافكر الناس اللي بتابع الكوره في اوروبا، يعني لازم نشيد برضو بالتجربه لان دي مدرسه مختلفه شويه، قايمه على استثمار في انديه صغيره ملهاش تاريخ ملهاش رصيد من البطولات، لكن قدرت تعمل تثبت وجودها واعتمدت بشكل كبير جدا على العين الخبيره، فكره السكاوتنج. لايبزيج في المانيا وسالزبورغ في الاثنين تبع ريد بول، طبعا تبع ريد بول، بس فكره انه قدروا في خلال فتره بسيطه جدا اولا يعني يطلعوا بالمستوى الفني للفرق بشكل كبير جدا. لايبزيج في المانيا وسالزبورغ تقدر تقول ان هم النهارده من الفرق اللي تعمل لها حساب، وفي نفس الوقت طلعوا نجوم كتير جدا لاهم فرق اوروبا، فبرضه تجربه دي حته السكاوتنج لازم تبص لها بعين الاعتبار. واستثمار بكل ما تحمل الكلمه من معنى، استثمار ناجح مش مساله بس موارد ماليه، ولكن استثمار ناجح في ان انا الفرقه بتاعتي نفسها ما تاثرتش، يعني وقت لما انا مشيت لعيبه انا قدرت ان انا اعوض اللعيب ده، وما قدرتش ان انا ما اقعدش انا بعدها اقعد ابكي عن اللعيب ده مش موجود، لا انا بعوض. المهم كمان يا نادر خلي بالك ان السيستم ما اختلفش في اللعب، يعني هو نفس الفلسفه بتاعت اللعب نفس الطريقه، انت ما حسيتش باي حاجه، انت بتبدا السيزون بتغلب 4 بتغلب 3 عادي جدا، كانه ما مشيش من عندك وكاريه كان مش لا لعيبه كبار ماك ليستر كان يعني كل اللعيبه التوال مشت راحت لصفوه الانديه الانجليزيه، انا برضو مكمل في اللعب بتاعي بالظبط. وضيف كمان على ان النادي نفسه كمان يا حماده ان لما مشي السنه اللي فاتت جراهام بوتر بعد 3 اسابيع من بدايه السيزون، هم حاطين بلان بي قبل ما تشيلسي قبل ما وافق ان انا اديك جراهام بوتر اخلص الاول في الجزيربي كان بي وسي. ايوه بالظبط، هو خلص في الجزيربي وبعد كده بلان سي. هي دي القصه، الجزيربي حاليا بيأهلهم لبطوله اليوروبا ليج لاول مره في تاريخها، فيها 30 لاعب موجودين عندي السنه دي، ورا منهم في 30 لاعب تانيين جاهزين رحيل اي اسم يتعوض بالاسم ده، وراهم بلان بي. هي خطه ودراسه يعني مش بالفهلوه، عمرها ما بتتاخد بالفهلوه. لا ال ال سبورتس مانجمنت النهارده بقى تخصص بيدرس في جامعات دي حقيقة داخل مصر، مش هقول لك بقى في اوروبا وفي امريكا، يعني فكره الاداره الرياضيه، الاداره علم يعني مع كامل التقدير والاحترام، في طبعا جزء مرتبط بالخبره والممارسه، لكن في جزء كمان مرتبط بالعلم، مش ممكن ابدا في العصر اللي احنا بنعيش فيه انك انت تغفل عنه. طيب عايز اتكلم شويه معاكم بقى عن الدوري، يعني دي صفقاتنا على قدنا وعلى في حدود امكانياتنا، عندنا من الكرة في مصر عند كل الأندية المصرية وعند بطولة الدوري المصري ممكن تخلق الحالة اللي احنا بندور عليها، حالة من الإثارة، حالة من المتعة، حالة من التنافسية. لو ضفت عليهم عامل الجمهور الموسم اللي جاي، ولو ضفت عليهم ارتفاع مستوى التحكيم، أنا بقول لك عن ثقة إنه الدوري المصري قادر ينافس أي دوري موجود في المنطقة. خليني أخدكم بقى للأرقام، تعالى حمادة تعالى نادر ناخد التصنيف الدوري المصري على مستوى العالمي وعلى مستوى القاري. نبدأ بالقاري الأول، طبعا ده حسب التصنيف المصدر بتاعه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اللي اختار. اتفضل يا نادر. تمام، احنا عندنا ان الدوري المصري ده على مستوى قاره افريقيا، الدوري المصري هو رقم 1. أيوة. متفوق على الدوري الجزائري والدوري المغربي معا. يعني الدوري المصري هو رقم 1 على المستوى العالمي، فالدوري المصري بيحتل المركز ال 14 على المستوى الكره الارضيه، الكره الارضيه بشكل عام، ومتفوق بشكل كبير جدا على الدوري السعودي اللي بيحتل المركز 48 عالميا. فكره احتلال الدوري المصري للمركز ال 14 ده فيدل على ان في فعلا زي ما انت تفضلت فكره ان الدوري المصري بيكون عندك عدد كبير من اللعيبه اللي تقدر تقدم المستوى اللي الناس تكون مستنيه تتفرج عليه، ان انت متفوق على دوريات كتير متواجد فيها. عايز اوضح حاجه للناس بس واحنا بنتكلم عن ده وهخش فيه بالتفصيل، انه القصه هنا قصه تراكميه، يعني ترتيب الدوريات دي مش حسب مرتبط بالموسم الاخير، ده مرتبط بعدد من النقاط، مرتبط بمعايير تقييم، منها تاريخ البطولة، منها عدد الأندية اللي توجد بألقابها، منها قدرات الأندية دي على تحقيق ألقاب قارية،
حاجات كتيره جدا، عوامل كتيره جدا بتخلي انه كل موسم الدوريات المختلفه على مستوى العالم بتاخد رصيد من النقاط. رصيد الدوري المصري دلوقتي وصل ل 86 او 600 تقريبا 687 نقطه، حطوا في الترتيب رقم 14 على مستوى العالم. مهم جدا، مهم جدا واحنا بنتكلم في ده، انك انت على اقل تقدير لو مش قادر تطلع لفوق تحافظ على المرتبه دي وتستغل بقى. يعني احنا بنتكلم على مكانه اعتقد ترتيب محترم جدا 14 على مستوى العالم، ازاي تشتغل عليه وازاي تحافظ على الترتيب ده لو ما كنتش عايز تبقى احسن منه؟ والله عشان تشتغل على الترتيب ده وتحافظ وتسبق كمان محتاج حاجات البديهيات بتاع كره القدم. البديهيات ان انت كاميرا، مخرج، جمهور، بالظبط كانك بتخرج فيلم او مسرحيه بتشتغل كل يوم. هو الماتش لازم يكون فيه جمهور، لازم يكون فيه كاميرا كويسه للمشاهد ان هو يتفرج، وكمان الاخراج يكون كويس. ده عشان تطلع المنتج بس للمتفرج. انما بقى جوه بقى الحكام، انتظام المسابقات، عندك بقى حاجات كتير من دي هي اللي بتخلي المنتج بتاعك يكون طالع للمشاهد كويس. ده اللي انت محتاجه واللي انت بتشتغل عليه عشان المنتج بتاعك يطلع للناس كويس. غير كده لو هنفضل مكملين بفكره 3000 و4000 مشجع والكاميرات مش اتش دي والمظهر مش كويس، فالطبيعي التراجع هيكون موجود زي ما هو كان متراجع السنين اللي فاتت. احنا كمصر عندنا اهتمام جماهيري كتير جدا بالكوره، يعني احنا عندنا اللعبه الشعبيه الاولى في مصر هي الكوره. وعندنا اكتر ناس تحب تتفرج على الكوره في المدرج برضو هنا في مصر. يعني احنا لو نرجع مثلا 2010 2008 في السنين دي انت الملاعب كانت بتبقى ممتلئه حتى في الماتشات الوديه عادي جدا. يعني انا فاكر حرس الحدود لما كانت بتلعب في الكونفدراليه كان بيحضر لها جمهور. فالمنتج نفسه كان كويس، وانت كنت في الرياضه العربيه وفي الرياضه الافريقيه كمنتج الناس اصلا انت ما زلت على مستوى قاره افريقيا اهم دوري، بس كمنتج للمشاهد لا انا مش هتقدر تحافظ حتى هو على الاقل. هو هنا جرس الانذار، فكره انه هل انت تقدر تحافظ، يعني لو استمر الكيرف المنحنى الاداء او مستوى اداره البطوله بنفس الشكل ده هنشتغل تحافظ ولا هيحصل تراجع؟ اكيد هيحصل تراجع، اكيد هيحصل تراجع بالظبط، اكيد هيحصل تراجع بكل الحاجات اللي اتكلم فيها حماده دي. انت حتى يعني جزئيه الانديه الشعبيه اللي محدش لسه منتبه ليها، ما هي ما بقول لك ده اللي بقول لك عليه، ضيف عليها فكره الانديه الشعبيه اللي بتختفي. انت كل سنه بيختفي من عندك نادي جماهيري، انت بتتنشا على نادي جماهيري يصعد، فمجرد ما بيصعد لان نقص الموارد ونقص لازم عندك اسوان والمحله بالظبط. يعني لما صعد البلديه قلنا هيبقى في ديربي المحله، مش هيبقى موجود. يعني في زمان كانت الماتشات بتاعت ماتشات الترسانه نفسها اصلا زمان دي كانت بتبقى فين الترسانه دلوقتي درجه ثالثه اعتقد. فالحاجات دي كل الانديه دي كلها والمنصوره كل الانديه دي طلعوا نجوم، والشرقيه منتخب السويس والمنيا كل الناس دي طلعوا نجوم كبار حاليا هم متصدرين المشهد حتى ولو مسؤولين حاليا. فانا اتمنى ان موضوع ان الاهتمام بموضوع الانديه الجماهيريه، والاهم من كل ده الاهتمام بالمنتج نفسه، لانك انت عندك كواليتي محترم. لو انت صرفت على الدوري فعلا زي ما بتقول تديله كام من 10 الكواليتي ولا الكواليتي. المنتج لا الكواليتي هديله مثلا 8 من 10 ولا 8 نادر والله انت لا. مجامل يعني لا والله كواليتي اللعيبه موجوده يا احمد عندنا كمان على الكوره لا ككوره لا ككوره مش كمنتج رايح للمشاهد لا انا بتكلم كمنتج رايح للمشاهد اديله 3 من 10 لكن انت ناقصك واحد انا شايف انه لازم يبقى في قواعد او تغيير لوائح او قوانين او واتس ايفر يعني تسموها ايه المخرج، انه احنا فكره الدمج وفكره الانديه بتاعت الشركات وفكره لازم تحصل معادله تضمن انه كل الاطراف تبقى مستفيده. الشركه في النهايه بتمارس نشاط لاهداف معينه، ممكن يبقى هدفها الربح، ممكن يبقى هدفها الدعايه، ممكن ده كله ممكن يحصل من خلال بوابه الانديه الشعبيه. وبالتالي بالزبط. انت بتلعب كوره وفي النهايه انت مهما تكون يعني اهدافك ايه انت بتلعب كوره عشان يبقى ليك رصيد من الجماهيريه ورصيد من الشعبيه تقدر تبني عليه نجاحات وارباح بالزبط. ومكاسب. ده الفكر الاستثماري. انا النهارده هستثمر في نادي، لو استثمرت في نادي زي الاسماعيلي او في نادي زي المنصوره او انا عندي قاعده جماهيريه تقدر تكمل لي ضلع مهم جدا من المثلث. الصوره محتاجه شغل، التحكيم محتاج شغل، وقبل كل دول حقيقه اسهل حاجه ممكن نتحرك فيها او اسهل ملف ممكن نتحرك فيه بشوف انه ملف الجمهور، عوده الجمهور. اكيد مكاسب على كل المستويات،
واتمنى انه القصه دي. وعلى فكره الملف الجمهور ده او عدم وجود جمهور في الدوري المصري مؤثر على المنتخب المصري، لان احنا لما بنروح نلعب في كاس الامم الافريقيه او اي محفل افريقي او عالمي لعبتنا بتتهز لانها مش متعوده ان هي تلعب بجمهور. طيب خليني اقول لك يعني الكلام اللي بيتقال في الكواليس، انا هكلمكم بمنتهى الصراحه. اللي بيتقال انه اذا كان الاهلي في السنوات الاخيره حاله من حال الكره المصريه بعيد عن منصات التتويج، بعيد عن تحقيق اي انجاز، كانت النتيجه هتكون ايه في متابعه القاعده الجماهيريه الشباب الكوره في مصر. انت النهارده بتتكلم على متابعه كبيره جدا للدوريات الاوروبيه، ده شيء ما فيهوش نقاش. النهارده في ناس بس بتتفرج على الدوري الاسباني، في ناس بتتفرج على الدوري الانجليزي، ويمكن تكون نسبه مشاهده الدوري الانجليزي في مصر هنا اعلى من مشاهده الدوري المصري. دي حقيقه، صحيح؟ دي حقيقه 100%. استنى بقى الدوري الخليجي، الدوريات الخليجيه اللي بتتطور، استنى الدوري السعودي، فبالتالي سقف المنافسه معاك بيعلى. كل موسم عن موسم بيعلى اكتر. يمكن الاهلي بـ 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 يعني بـ يعني بانجازاته وبطولاته دي واحده من اهم الاسباب اللي الناس لسه مشدوده لمتابعه المنتج المحلي. لكن لو الاهلي حاله من حال الانديه المصريه، لا طبعا كان الوضع كانت الدنيا هتبقى يعني ما كانش حد يتفرج على كرة في مصر، كان هتلاقي الناس كلها انصرفت. فبالتالي في نقطه في منتهى الاهميه انك انت تحافظ على نسبه المتابعه والمشاهده على الاقل محليا. انا ما بقولكش روح نافس في الخليج ولا بيع الدوري في افريقيا ولا بيع الدوري في، اهتم بس بالدوري بتاعك نفسه. بالظبط يعني كده، ادي الدوري بتاعك. احنا لما اكون انا لما بيجي مثلا الماتشات على القناه، على قناه الاهلي، ماتشات قديمه للاهلي في التسعينات او في اوائل الالفينات، الصوره نظيفه عن دلوقتي. يعني الصوره كواليتي الصوره اصلا انضف من الصوره اللي احنا بنشوفها دلوقتي. الصوره اعتقد انا بتكلم برضو. انا لا مؤخرا اصل هي القصه في ايه؟ اصل الموضوع ده محير بالنسبه للناس كتير، لان اتطور برضه ان الناس بتتفرج. ما هي القصه في حاجه احمد، انا ما ينفعش ان انا افضل على مدار الموسم يعني في التوقيت ده يمكن الصوره اتطورت في التوقيت ده. انا بتكلم في اوائل الالفينات. احنا لما بنيجي نتفرج زوايا الكاميرات، احنا دلوقتي انت عندك تقنيه الفار، في وقت وجود تقنيه الفار انت محتاج بما لا يدع مجالا للشك عدد من الكاميرات بيوصل لك الحاله اللي الحكم عايز يشوفها. طيب عشان نبني، خلينا عشان نبني نقول ان في خطوات الفتره او المواسم الاخيره ما وصلناش للشكل او للطموح اللي احنا بنحلم بيه، لكن احنا شايفين انه في خطوات تقدر رابطه الانديه السنه دي ويقدر يساعد فيها اتحاد الكوره مع وزاره الشباب والرياضه تنقل الدوري نقله نوعيه، ونقدر نطور ونحافظ على جوده الدوري المصري. الرابطه الحقيقه عملت خطوات على مستوى النقل، عملت خطوات على مستوى التحكيم، استعانه بالخبرات الاجنبيه، لكن لسه ما دام اترجمش بالشكل الكافي نتمنى نشوف خطوات تاخد البطوله بتاعتنا لقدام. بشكر حماده الشناوي، بشكر نادر شبانه، حبيبي نورتونا، وموسم ان شاء الله يكون موفق وسعيد بالنسبه لنا كاهلاويه. ان شاء الله انا كنت موجود معاكم يا حبيبي. شكرا حماده، شكرا نادر، حبيبي تحياتي ليكم. بكره حلقه جديده من السادسه، اشوفكم بكره في نفس الميعاد.